بكل وضوح برنامج التحليلات الاجتماعية بشكل صريح مباشر ما كان ستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب. مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أنتم في الاستماع لميد راديو إذاعة الأسرة المغربية وبرنامجكم بكل وضوح، البرنامج اليومي الاجتماعي اللي كيجمعنا بكم مستمعينا ورفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. أهلا بك بروفيسور. مرحبا لسناء، بارك الله فيك. شكرا لك. بداية أسبوع موفق إن شاء الله، ودائما حاملين مواضيع اللي كتهم الأسرة ودائما مواضيع اجتماعية. موضوعنا اليوم بروفيسور هو معاناة الزوج داخل العلاقة الزوجية، يعني لطالما يعني تأثرنا من خلال الحالات اللي كنتواصلوا فيها معنا وتكلمنا على زوجات سيدات اللي كيعانيوا من العنف المعنوي والجسدي من طرف الأزواج ديالهم والمعاناة النفسية اللي كيعيشوها. اليوم بروفيسور غادي نتكلموا على عنف وسوء معاملة الزوجة، يعني المرأة للزوج ديالها في العلاقة الزوجية، والمعاناة اللي كيعيشها الرجل، المعاناة النفسية، الأسباب هذه المعاناة، وكذلك شنو هي العواقب النفسية وفي علاقتهم الزوجيه، وكذلك حتى على الاطفال، لانه اكيد حتى هذه المعاناه ديال الزوج راه كتاثر على الاطفال. بروفيسور، كنت دائما كتقول انه انت محامي ديال النساء وديال الاطفال، ولانه من جهه لانه من جهه قد ما كانت المراه مرتاحه نفسانيا قد ما كتعطي لوليداتها كتعطي للزوج ديالها. ولكن بروفيسور الا كان العكس، يعني نقلبوا الاتجاه، شنو اللي غادي يخلي المراه انه مثلا تحقر راجلها او لا تنقص منه او لا تعنفه، لانه وصل حتى العنف المعنوي، الكلام الجارح، الاهانات، وكتوصل بروفيسور احيانا بشهادات، يعني كتوصل حتى العنف الجسدي للضرب والشتم. هو لله المجتمع، ملي كنقول المجتمع يعني واحد المبادئ الثقافيه اللي الناس شربوها وكيعملوا بها على اساس كتمثل بالنسبه لهم الحقيقه. فبالنسبة لواحد المجتمع الأعرابي القديم، الله يجزيكم بخير، ركزوا معايا مزيان، تنقول الأعرابي ما كنقولش العربي. العربي راه عنده أخلاق وعنده رقة وعنده مبادئ هائلة. أما الأعرابي اللي كيهمو سواء الأنثى فيهم أو الذكر، اللي كنقول الأعرابي راه ماشي كنقصد به فقط المذكر، كنقصد به حتى المؤنث. فاللي شرب ثقافة الأعراب دائما عنده هاجس التحكم والتمكن في العلاقة. واشتيل للعلاقات الإنسانية بمجرد ما يدخل فيها التحكم كتخسر. هي فيها التأمل وفيها الرفق وفيها المصاحبة وفيها الاستئذان، واللي بغى يجربها هو يجرب ويشوف. كل رجل وكل مرة بغى يحكم شريكه بغى يتحكم فيه، سولوا واش صدق ولا ما صدق، سولوا الناس. انا بلا ما نتكلمكم على التجربه اللي كنشوف في في في, في العمل ديالي، بلا ما نتكلم، سولوا نتوما واش راجل تحكم في مرتو شحال تحكم لها وشنو نال، واش نال السعاده ونال المحبه ولا شنو نال. ومرأة كتحكم في رجلها وكتهيمن عليه، شنو نالت؟ فإنه عندنا معتاد نسمعوا بكثرة مرأة كتعاني هي ولادها مع الزوج. أما نسمعوا راجل تيعاني مع مرته حيت قبيحة معاه حيت ما كتعاملوش بطيبوبة، واش هادشي كاين في المجتمع؟ عندنا كاين. وعلاش اليوم خصصنا هاد الحلقة للا؟ باش من جهة ما يظنوش بعض الرجال رحنا واخدين الموقف منهم، وفي نفس الوقت نوريوهم الخطأ نسبيا على قد العرف اللي عطانا الله، نوريوهم الخطأ اللي ارتكبوا بلا ما يشعروا. بالنسبة لي
هاد السنين ديال التجربة وهاد شوية المعرفة اللي نعم لي الله بها علمتني الرجل ما خصوش يتعامل مع زوجته بحال امه، ما خصوش يشوف فيها امه، ولو انه غيتمنى في قلبه تكون بحال محنة امه، ولكن الا مشى تشف فيها شفت امه وتعامل معها كشفت كأنها امه، اصبح بلا ما يشعر ولدها، اصبح بلا ما يشعر ولدها. ايوا ملي انت نصبتي نفسك ولدها ما كتقولش ليها امي، ولكن معاملتك معها وتعاملك معها كانها امك، كتنتظر منها ان تكون بحال الام ديالها. وشنو هي العلاقه ديال الدري مع امه؟ هو الدري مع امه تيبغينا الرضا ديالها، تيبغينا ديك الشوفه ديال المحبه الغاليه والكبيره، فتيفيق بكري وكيجمع حويجاته ويقاد المحفظه ديالو ويمشط بشويه الزيت بحال هكا ويدهن شعره ويقاد قميجته وكيجي عندها بهز محفظته على اساس رويج لوكا صغير عنده 12 عام 13 ويبوسها وتقول لها انا راضي عليك ويحس بواحد الصدر ديالو منفوخ بحال هكا ويمشي بخطى ثابتة إلى المستقبل ثم نذهب إلى المدرسة. عنده واحد النمطية هو وكيمشي وكيبدا يجيب النقاط، نقاط حسن جدا مجتهد، وكيبدا يجيب هذوك النقاط ويرجع ثاني وقف هذيك مقام ديال الرويجي الصغير باش تنعم عليه هذيك الأم واحد الشوفة كأن لما شافت شوي غادي ينضاطر، وتيقيد راسو هذاك الرويجي تيقيد راسو فواحد العلاقة إلا ما خداهاش كأن الحياة توقف، فكتبقى راضية هذيك الأم الله يرضي عليك وليدي، وكتزيد هذيك الأم سبحان الله العظيم اللي كنشوفوها في المسلسلات العربية كتلقى ديما عندها واحد الجفون كحلين بحال هكايا دايرين بعينيها واحد الجفون كحلين ودائما عندها واحد الصوت حزين وكتمطمط وأنا تمحنت عليكم وليداتي وأنتم هما عمارتي، وكيحسوا هذا بصدر ديالو كيتنفخ بأنه راه كتشوفها في ديك البرامج الموسيقية، أنا جيت نغني لكم اليوم حيت أمي بغيت نعوض لأمي شنو فاتني أمي، ولا ربحت هذا المبلغ نعطيه لأمي، هو بزاف عطاته أمك، لأن لو كان الفن والعلم كنديرو على ود أمنا وعلى ود بانا لذا اللي ما عندوش أمه وبا ما يدير والو، إذا اليتيم معدو على من يدير هذاك مسكين عارو على من هذاك، إذا اليتيم عمره يكون عليم، اليتيم عمره ما غادي يكون فنان، اليتيم عمره ولا عندوش أمه هو، ولا تنديروا الأمور لمن لوجه الله تلفوتوا من وبنا، فكيبقى هو عطال هذاك الرجل اللي كبر في هذيك الصيغة ديال عندك وتسحبوا راه كنمس في صيغة المرضي والمسخوط، هذوك راه صفات عندهم دورهم، هذا واش عليهم أنا دوي على الكاريكاتير ديالهم، لان بقى الواحد غا فيهم كيسحب راه هو فيهم راه ما فاهم والو، حيت هو اصلا اللي فيهم يقدر يبان لك مسخوط، ولكن جيتي قلبتي تلقاه مرضي ويقدر يبان لك واحد مرضي، وجيتي قلبتي في حقيقه الامر تلقاه ولد الحرام مقطع من فعيله، فانتبهوا شويه المظهر راه كيلعب الناس. فالعديد من الرجال اللي لقيتهم تيعانيو داخل الحياه الزوجيه لقيتهم عطالين على حب المراه، ماشي إلا ما تحبش كأنه ما موجودش، وهو الراجل الحقيقي خصو يكون مفطوم من النساء كيعاشرهم مفطوم منهم، اللي شتيه تيبكي حيت عنده وليدات مع المرأة وحارمه من ولادو وخصو يدخل الدار اللي ما شافهمش ماشي راجل، اللي شتيه تيبكي باش تجلس معاه وتعطيه ماشي راجل، الرجل الحقيقي مفطوم من النساء، ومبادي المرأة الأولى اللي كيتفطم منها مو كيوقف وقفة باقي ما مزوج ما خاطب تيقول لأمو أمي دابا أنا عندي 16 عام، دابا أنا عندي 17 عام السلام عليكم ورحمة الله أنا دخلت تدونيت يقول حبال مشلوح، فكيدخل الدنيا كيبحال واحد الأسد بغي يردها غابته بغي يعمر بلاصتو، أمو كتشوف في هذيك الشوفة ديال تفطمات مشى، علاش كتسمى الصلة الرحيم؟ ما قالش لينا علاقة، ما قالش لنا الله سبحانه وتعالى علاقة الرحيم، ما معنى الصلة؟ أن تصل لأن الدنيا غتبعدك
فلا تبعدت على الشيء غادي خصني مده زمنيه باش نوصلو بحال دابا الحج هو بعيد على كنقدروا نوصلوا ليه بسهوله. اذا اللي فينا جات النوبه وفي 10 سنين ما قال احد لحد. صراط الرحيم هو غتودرك رزق، غادي يودرك العمل، غادي يودرك الجهاد في سبيل المعرفه، غادي ما تلقاش وقت. وتقول لامك امي وضعتيني، اش الله تيقولنا وارسلنا الرياح على واقح. كيسحبوا الناس راه مقيوله غير فقط على الزريعه اللي غيهز البرد من دكاله ويجيبها العبده ولا يجيبها السطات باش يدير فيها باش تنوض تنبت الارض. راه الرياح راهم الرجال والنساء كيكبرهم الله يجعلهم يترعرعوا في واحد المنطقه ثم كيهزهم رياح القدر وتيطوع الراجل وتطوع المراه. وشوفوا دابا شحال من بيضاوي راه في الداخله، وشحال من صحراوي راه في طنجه، وشو شحال من فاسي راه في امريكا، وشو شحال من دكالي راه في اليابان. ها لاحظتي اولا شكون هو اللي غلط في العمليه؟ هو مشى، هو الراجل عقد مصيره كله في المراه، يعني المنتهى والمبتغى هي الزوجه. ابدا ابدا المرافقه هي صاحبته، واخذها بالكارت، ولكن صديقته صاحبته. كل نهار تيجدوا العهد الا بغى يكون في مقام الرجال، كل صباح تينعم عليهم الله بالضوء ديالو تيجدوا العهد بيناتهم. شريفه واش باقا باغياني؟ كتقول لها الله يوديك معها ولا لا غير لا ربما. هنا ما كنقولش بانه السيده اللي غتدخل في الوحم ولا عندها مرض وغتبقى تقول الراجل راه ما حاملكش خصو تيقها. تما هذيك بوحدها هذيك استثناء ردوني عليها شحال مره. تما خصو يصبر ويحني الراس. اما اذا استمرات السيده، استمرات عام، ست شهور، عامين، واحد النوبه لا واحد العائله جابوا لي واحد الوليد على اساس ما بغيش يقرا، شحال ولد عنده 9 سنين، ما تيحملش المدرسه بتاتا. مالك ولدي؟ ما حامش المدرسه، ما حامش المدرسه، واخا نشوفوا موبار. جا الاب والام جلسوا في المكتب هكا كنتاكل معاهم، شنو السبب علاش ولدكم ما كيقراش؟ واش شي واحد كيعنفوا في الدار؟ واش كذا؟ لا سيدي المراه كتهضر هذه وهذه. الراجل جالس معايا باداب، فاذا به تيصوني التليفون عنده في المكتب، عندي صوره التليفون ديالو. نهضات فيه يا ودي لالا سناء السيده واحد النهضه، حتى الراجل بقى كيرجف وطيح التليفون وفردته. تتشوف هكا ديك الغلاقه ديال التليفون تلاحت والباتري تلاحت وكيرجف، وهي نهضات فيه واحد النهضه قالت لها طفي التليفون. مشي قدام هو قلت لك بدا يرجف من يده هكا كيرجف الراجل، لاح التليفون تخربقات الغلاقه، قلت لك مشات الباتري كلشي طوع. بقيت كنشوف، قلت لها لاله هكاك انتوما كتعاشروا بعضكم في الدار بهذا الشكل هذا؟ وقالت لي الراجل ماشي راجل خصو يعرف كذا، وكتسطر بستيلو احمر ضرب ضرب ضرب. بقى واحد شويه تمرمق معها شي جوج ترفيقات وتعلموا الادب، والراجل ماشي صغير في السن، راه ضارب شي 55 وطالع 60. هو مسكين هكا صفار ليه اللون، فمو نشف كيشوف فيا هكا. قلت له شريف وانت مالك صابر على هادشي؟ علاش قابل هاد الوضعيه؟ وقال لي الوليدات، وقلت له اسمح لي يا شريف الوليدات ما بقاش في الوليدات، خصك بعدا تكون انت موجود باش يوجدوا ولادك، انت كاع ما كاين. قال لي باش تنصحني؟ قلت له جمع حوايجك وحيد بحالك من الدار. ناط لي هي اش كتقول استاذ؟ واش حنا جيناك الدري تعاوني في القرا وتخرج عندنا هنا؟ قلت له لا ما خرجت عليك ما والو، نعاك ليه شنو صالح ليه، ولكن راني عارفه ما قادش. قلت له انا قلت لي حاجه اللي صالحه لي، قلت له نوض هز حوايجك في حالك، كون راجل سير كريبيت نفق على هاد المراه وعلى هاد الدري من بعد، صيفط لهم المونة، صيفط قضيه، ما تبقاش معاهم في الدار. قلت له ويجي عندك ولدك وديه الكره وديه البلاصه. هي قلت لها بلاتي لا بلاتي خليها يجاوب، ما بقاش هو جاوب كاع، هو سكت بقى ساكت. قلت له ما قلتي والو نعم اسي. وقال لي زعما انا قدرتي غير دوي معاها باش شويه تحسن بيا وهذا. قلت له بغينا نسعاو، لا تسعي دابا. وقلت له نعم اسي انا ما كان انا ما ساعيش وما نحملش السعي. قلت له ولدي للاسف اللي في جهدي انه جي عندي نشوف مره نرجعوا معك الدراسه، وانت يا لاله وانت السيد ما عمركم درجوا عندي المكتب نشوفكم الله يرحم باكم. لان نسمع الـ 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 المنكر، نسمع عليه حاجه نشوفه قدامي. قلت له لا انا قلت له لاله ما نقبلش شي واحد يدير في مرته هذه الحاله هذه، وما نقبلش شي مره تدير في الراجل هذه الحاله هذه. فدابا لاحظتي شكون اللي بخس نفسه؟ شكون؟
وشتي هي البنية النساء. إلا مشى شي واحد بغى الحب ديالو يطوع ما عمر تحبه، هو يجي واللي دريري حداها. راه فرق ما بين كونوا أدلة على المؤمنين، يعني كندلاه وكنحنيو راسنا، ولكن باش تكون مدلول ألا. علاش كيوصلوا العيد من رجال العنف يضرب في مرتو؟ لأنه ما عارفش يرد هاد المقام بالعرف ديالو، فضر يردو بالعنف. هو ما كيطردش بالعنف، ما كيطردش بالتصاحب، ما كيطردش دير مرة تانية، كيطرد أنك بعد أنتك رجل كتقول فين هو محلي في الإعراب من النساء، واش أنا مفطوم منهم ولا ما مفطومش. شتي اللي دخل البيت الزوجية، احنا إن شاء الله درنا حلقة باش نتكلموا على الزواج اللي صالح والزواج اللي ما صالحش. اللي دخل الزواج شتي مازال المرأة معذورة، شتي مازال المرأة معذورة، لأن غتدخل هي غتعامل معها على أساس باها، وهذه عندنا في الثقافة. كيدخل واحد عنده 40-50 عام زوج واحدة عندها 15، وبالسيف تشوف فيه باها، أولا كبير في السن عليها، ثانيا في التجربة ما كتعرف والو هو كعرف. فهنا البنية أنها تشوف فيه الأب ديالها أو ما يشابه الأب، بنية فيها اللبس لأنه الواقع تساندها. أما العكس، الراجل كيجول كيبيع وشري كترافق مع الرجال ويدخل البيت الزوجية وفي الاخر تيولي هذاك المشيش مسيكين، هذاك الابتكانيش اللي جالس في واحد الميضه، ايوا انا في الاخر ولا داك البيبي اللي كيبغي يموت داري بيه. هنا ها هي قبحت، ها هي خايبه، وشنو منك تزيد فحالك؟ اشنو منك؟ مازال المراه في المجتمع نقولوا عندها صعوبه، مربوطه بولادها عمرك تشوف، والله الا كنسمع وكنشوف شي حوايج، المراه كتقول لي انا كنصلي وكنقول يا ربي الراجل يمشي بحالو عليا. ناري واش عرفتو كاين حديث، كاين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تيقول حنا رجال الا قالوا لنا نساءنا ما بغيناكمش ما كنبقاوش. واش عيب الله؟ عرفتي شنو هي؟ بغيتي الحب يبقى خاص يبقى الاختيار، تبقى النشوه، تبقى النخوه، يبقى الراجل الرجل ما كيفقد هذا الخصم. وتخيل مش هذاك النخوه مابقاش راجل ولا غسول ولا والو. فكيوليو بعض الرجال كيتوسل كيسعى للمراه العطفه. وشتي النساء ملي كيبدا الرجل يسعى لهم العطفه وكيحقدوا عليه ما يبقاوش يبغيوه. كيكون واحد كتمنى كتنفر منه كيولي جهه باسل، كيولي جهه ما هواش. تخيل تيتوسلها باش تقبله، كيتوسلها باش تعانقه، كيتوسلها باش تبغيه. وهي شكون اللي باغيها؟ هي راه باغيه داك المشعشع، باغيه داك المحامي، ما باغيش واحد مدلدل بارد طافي. دابا تصاب هو بنية ديالو هكاك، تصاب البنية ديالو طافي مدندن. قال لك شي فاصل؟ اذا لو سمحتوا مستمعين غادي نديروا فاصل اعلان وغادي نرجعوا دائما نواصلوا مع الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. موضوعنا اليوم هو معاناه الزوج داخل العلاقه الزوجيه. تواصلنا المباشر مازال مستمر معكم دائما في برنامج بكل وضوح، رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. موضوعنا اليوم هو معاناة الزوج داخل العلاقة الزوجية. بروفيسور كنتي كتعطي أمثلة على أساس لأنه الرجل اللي ما تيكونش يعني معمر بلاصته مع الزوجة ديالو داخل البيت، يعني من الأفضل على أنه يخرج من هذيك الدار. فواش دائما خاص الرجل على أنه يبقى في العلاقة الزوجية يحرص على أنه راه مرغوب فيه يحبب نفسه للزوجة ديالو، ولا لانه كاين بعض الحالات وفي بعض الاوقات اللي ربما مثلا يصبح في داخل يعني في العلاقه الزوجيه غير مرغوب فيه، ربما كيف ما قلتي انه يدلل نفسه للزوجه ديالو، يطلب الحب ديالها باستمرار، يطلب المعاشره ديالها باستمرار. ففوقاش بروفيسور لانه ربما كاين بعض الرجال اللي غادي يسمعونا اليوم وغادي يلقاو طريق سهله انه يخرج من هذيك الدار بكل سهوله ويخلي مثلا الزوجه ديالو والاسره واللي هما مازال في حاجه ليه. واش كاين شي مراحل اللي ممكن انه الزوج ينقذ بها يعني نفسه ولا يصلح بها نفسه؟ القرآن الكريم تيقول لنا لا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واحد شابة تربات في واحد العائلة فيها غير الأولاد، والأم ديالها مربتش فيها الأنوثة، فتتجهد الشابة هذه الأسرة بيت الزوجية على أساس مرأة، ولكن ما عندهاش العرف النساء، لما علمت لها ولا خواتتها ما عندهاش. فهنا
غيطالب هالزوج بواحد التصرفات اللي غتجي غريبه. ضحك لي في وجهه، تكون مع حنينه، ملي كطيب وكتحط الماكله جا قال لها اعطيني ناكل، عطاتو ما قالش لها كتمشي تنعس. هو تيأول على اساس راه حاكراه. شتي هنا هاد الزوج هذا غيدي اجر، لان هي غتبقى ترميه، غادي يحس راسو راه ما حاكراه وما كت. هو غيصبر في هاد البلاصه هادي، قل هاتوا برهانكم. البرهان هو غيبقى في المحبه ديالها وفي حبها وما يطلبهاش. اعطات مرحبا، ما عطاتش مرحبا، ما يطلبهاش. حتى واحد النهار تتلقى هي بلا ما شعرت قلبها تحلي ودخل سكن. ديك الساعه غتولي هي غلغلات منه، تسقات منه من الحب ديالو، تسقات وصبحات كتعطيها ديك بحال ديك الفاكهه، صبحات كتندي وصبحات معسله. الخطا اللي تيوقعوا فيه بعض الرجال هو تياخذ واحد المراه قويه شرسه شاربه من حل الرجال، ما عندهاش تودد، ما عندهاش لطيف، ولكن مستقبه ما كتزني ما والو، ولكن ما فيهاش داك اللطافه النساء، ما فيهاش الحلاوه النساء، حرشه. وتيبقى هو يعكس الايه، تيولي هو فيه التودد وهو تيرطب وهو تي. ملي كيشوف بان الحب ديالو ما عطاش، خصو ديك الساعه يتهم الحب ديالو، ولكن هنا راه خص تمر مده، راه على الاقل على الاقل تكون 5 سنين فما فوق. راه ماشي حيت هنايا ما بغيتش انا كيف الله يجازيك ذكرتي وسطرتي عليها. خص ينتبهوا الازواج اللي عاد تزوجوا، كتكون البنت باقا ما عمرها عاشت المعاشره في الجسد، ما عارفاش يعني بدايه ديال واحد الحياه، بدايه كيخص وقت تغيير. راه كيف الام كتغير الزوجه، راه كيف الزوجه كتغير الفتاه. ملي كتدخل هي انيسه، راه غادي باش ترقى من انيسه الى مقام النساء، راه الزوجه هي اللي غتغير لها هذا المقام. راه خص وقت، راه كاين مسكينه الانسه اللي كتفزع اللي كيعاشرها الرجل وكتشوف واحد الاشياء كتبدل، راه كتقلب. فهنا عاوتاني خص يصبر هو واحد 3 سنين. اللي النقطه المهمه هو واش هو مفطوم او ما مفطومش، شنو هي التمييز. هو الرجل اللي مفطوم من النساء، سواء حضرات معاه مرته في الحال اللي هو باغي او ما حضراتش، ما تيتبدلش، مستقر، عنده لا كونستانس، مستقر، سواء مرته بحبحات مشطات ولا بقات مشي هكا دايره واحد فولار، سواء زوقات ولا بقات لابسه واحد الكاندوره مدقدقه، الحال ديالو مستقر. حتى هي كتشوف هذاك الحال ديالو مستقر، كتشد فيه بحال ذاك الحبل اللي كيمشي به هذاك اللي في السيرك، كيكون واحد الحبل مجبد، وكتشوف واحد اللاعب السيرك شد واحد العصا كيمشي فوق منه، شتي هذاك الحبل مجبد هو الراجل، خصو يكون مجبد ما يكونش مرخي، لان الا مشيتي فوق الحبل مرخي غيطيح موله. ثم بعض النساء، هنا فين كنصح الرجال نقول وردوا البال، راه ما تحبك حتى تمشي عليها وتوريها انك قادر تمشي عليها، ماشي في تحدي ابدا، ما خصو يكون تحدي يقول لها تحديتيني غنتحداك، لا لا لا. هو ملي يشوف بان ما كاينش الماء، يعني تيفلح، هو فلاح عنده العتله، تيفلح وديك الارض ناشفه، جاب الكادو ما كتقولش شكرا، دار الهديه ما كاينش المقابل، جا مبتسم ما كاينش الابتسامه، لاحظتي جا معمر بنادم طيح منه العين، جا معطل الماكله في الثلاجه، اش ما دار يعني ما كاينش شي هنا. ملي كيبقى واحد يدوز دائما عنده لي زونغل مور مسدودين، دائما عنده لي فيرميتور فيرماتور، يعني هنا اذا كانت السيده كتوحم تنصبروا عام، يعني الا كان شي حالات ولا كتعاني ولدات وعندها صعوبه في الولاده صبروا عامين. فطمات وليداتها ورجعت لشغلها وبقى مضطربه باش تشد الميزه ديال العمل، كنصبروا 3 سنين. شدات الايقاع ديال العمل تدخل فليساتها وكتخرج وتضحك 3 سنين ونص. شويه باين ما كاينش الروتور بعد 4 سنين، اجمع وطوي وبالاداب كنديروا عشيوه ولا كنديروا غديوه ونجلس مع الشريفه، شتي لله والحمد لله والوليدات بيناتنا وكذا، وعفاها لله انا بغيت نخبرك ان شاء الله راني غدا ما كاينش في الدار، راني غنمشي نستقر بوحدتي، ولا لا حتى تفكر ان شاء الله واش صالح نعمر معاك ولا ما صالحش. ونفرض ونعطي الاحداث 3 سنين ونص وانا صابر، ها العام الاول كيفاش كان، ها الثاني كيفاش كان، ها الثالث كيفاش كان، ها الرابع، وعافاختي بزاف
وضحكنا وتوسينا ودرنا وجبنا الكادو وفعلنا وكذا، ولو تمي قلنا حق الوحم، قلنا حق المرض، قلنا حق الولادة، قلنا حق دابا خدمتي، قلنا حق عندك الفلوس، قلنا 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 قلنا. إذا دابا أختي فكري وقيل راه ما كتبغيش هذا الراجل هذا، الله يرحم والدين، خذي وقتك، ولدت حنا مقابلينهم جميع. بغيتي دير استراحة مني ندير استراحة منك، مرحبا. بغيتي نديرو فراق، مرحبا. يزيد حلو الراجل، خليها تفكر. شتي غير سمحتي الله يحفظك، بما انك ذكرتي هذه القضيه، ودابا حنا كنهضروا على مثلا هذا الشيء اللي دابا كاين، يعني علاقات حديثه كنبداو نهضروا عليهم، مثلا في هذيك الشومبر سيباري اللي كنقولوها مثلا، واش تقدر تدفع؟ لا خدامات، لا خاصك خوي الدار، خوي الدار يعني ماشي حيت شومبر سيباري راه مازال كتشوف كتشوفها. خصو بالادابه، شتي الراجل ما كاين سبان، ما كاين معيور، ما كاين كمشه، ما كاين ضرب، ما كاين قلب الطبله، ما كاين حتى حاجه، بالاداب بطريقه راقيه راقيه. لان خصو هو خصو يبين ليها راه رجل. قل هاتوا برهانكم، برهان هو دليل، هو قاطع كتشوفوا بعين، ماشي غير يجيو يعاودوا لها تقول واه واه واه، ما سبني، ما عايرني، ما كذا ما كذا ما كذا ما كذا. من واحد العائله كنت تبع في الدراسه، حتى جات البنت قالت لي راه ماما وبابا راه واقفين على الطلاق. سولت السيد قلت ليه كوا لباس، قال لي راه السيده طلبت طلاق. علاش؟ قال لي بقاش كتبغي. سكت. قلت له والله يدير تاويل الخير. درت واحد المده ويجاني عافاك استاذ بغيتك تدوي معها راه كتحترم كذا وهذا. قلت له واخا. جا السيده قلت لها لا واش ممكن هذا؟ قالت لي استاذ الله يخليك عافيني ما بقيتش نحملها. علاش؟ عييت منه كذا وكذا 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 وكذا. عطات المسائل ديالها، سكت. رجع عندي قال لي باش تنصحني قلت لي جمع حوايجك حيد الدار. كيفاش كتقول؟ قلت لي واه استاذ طلبتي النصيحه. السيده ما بقاتش باغياك، شحال السنوات وانت كتود ليها وكذا، دابا قالتها بعضهم هكا بلسانها وبارده، ماشي مقلقه، ماشي معصبه، ما تتوحم ما والو، كبيره في السن، ما بقاتش باغياك. السيده يبكي، بدات يبكي. قلت لي دابا كتظن شافتك كتبكي غادي تبغيك؟ بالعكس. قلت لي كتظن دابا شافتك كتبكي غادي تبغيك؟ قلت لي غا ما تزيد ما طوعك. قال لي وراه هادشي اللي طلبتي مني. قلت لي ماشي انا طلبت منك، والوضعيه طلبت منك، انا ما طالب والو، انا الله يجعلكم تكونوا عسل وسمن من غدا وتقوم لاصقين حتى تلقى. والله انا مالي قاعد دفنوا بجوج في قبر واحد، مع نقك ومع نقاها، وهنا توفي فلان بحبه على فلانه وماتت معاه وكل شيء، دفنوكم في واحد. انا قلت لي ودي، ولكن قلت لي راني كنعرف شويه في الانسان، زيد في حالك ما قدرش. قلت لي اخويا ما خلينا نلتقى. شتي هنا فين كيختلفوا الرجال مع النساء في البلاصه هذه. المرأة الحقيقية وختي يكون الراجل كيما كان كتعرف تفتحو، هي طبيب جراح ديال المحبة. هي المرأة الحقيقية راه سبحوا قل على طول الوقت، راها طبيب جراح ديال القلب، الحب كيف ما كان الراجل كتحلو بحال ديك بوزروق، كتشد ليه بوزروق كتحلها تاكلها تاكلها. هذه المرأة الحقيقية. الرجل الحقيقي عنده اون شانس سور دو، راه ماشي دائما متفوق هو ينال حبها، هي راه متفوقاتنا لحبه، سواء تكون جميله ولا ما جميلهاش. تقدر تكون بالحداقه ديالها، بالنكته ديالها، بالطياب ديالها، بالغناء ديالها، المهم تشدو تشدو. الراجل لا، راه عنده اون شانس سيغ دو، يقدر يشد مره ويقدر يزقل مره. الراجل الحقيقي خصو يشوف ملي ما شدش، ملي ما دخلش، خصو يمشي بطال، خصو يخرج بعنايته. مي لان الحب راه حتى هو راه فيه تربح، ولكن انت الحب اللي ما تربحش وخصو يبقى حب. يعني انا حبيت هذه السيده هذه، ما بغاتنيش، درنا وليدات، الله غالب، غنمشي. شيطره غتولي هي ديك الساعه كانت عايشه هذاك الفراغ اللي مالؤ، ولكن ما الفراغ مملوء ولكن لا يثير الانتباه. تخيل معايا هذا الوصف، الفراغ مملوء يعني راها مزوجه، راه عندها راجل، ها هو الفراغ مملوء ولكن لا يثير انتباه. هذا راه احسن من كل فراغ غير مملوء ويثير انتباه. شتي كنصح الراجل كنقول ليه خوي ديك الساعه غتولي فراغ، وشتي الفراغ ديالو غيولي هو يثير انتباه، غادي يبدا يقول لها الناس وفين هو راجلك؟ وراه كان معاك، اش غتقول؟ وراه مسافر، وحتى لي راه مسافر، وحكا راه مريض، وحتى لي راه مريض، واشنو؟ مطلق، طلقتو، تفارقتو، اش غيقولوا الناس؟ يا ويلي يا بردك، كيف تيقولوا هل في قلب وجده؟ يا ويلي يا بردك، تيفي غير تكيف بحال هذاك.
كيبغيك وكيتود لك ها هو الفراغ لحتي الفراغ صباح كيثير الانتباه ولا لا ملي كنا قبيله في الفراغ المملوء كاين لا يثير انتباه كانوا كيمشيو للعرس مرحبا بفلانه ومرحبا بفلان تبارك الله بالنسبه للناس راهم مزوجين ولكن هو مسكين راه ما حاضر راه ما حاضر والو لاحظتي ها هو مملوء لا يثير انتباه فإلا مشات هذا الفراغ غيثير انتباه ملي غيثير الانتباه غادي تجي الحيره شي الفراغ الذي يثير الانتباه شنو كيعطي الحيره غتولي متحيره هي غتولي تقول غتولي حيرانه غتقول يكمل غلط في حقه يكمل ما عرفتش ليه هويلي وتمشي شي وحده تديه ليا وهاد الوقت راه ما كاين على اللي زقل طارت عينه هويلي طير على شي وحده باغا تزوجها انا ريت تاخذ شي وحده صغيره هذا وغاتولي تهيج دك 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 ديك الحيره تخليك تراجل وغاتعيط لي في التليفون انت فينك وهو ديك الساعه مريح في السناك ديال حبابي بلاص فيردا بلا ما نسمي واحد السناك تما عندكم بلاص فيردا من برا كيدير شي شوا منه ديال الدكان اللي يروح نقول واحد الدكان واحد الفنان الو وتراني حدا بلاص فيردا كناكل اش كدير شكون معاك وصافي مشغول تغدى نعيط لك ها الحيره شنو غتضرب لحد ما يلحق غتولي غتولي الغيره الغيره شنو كتجيب شتي بحال شي واحد بغا يتوكلو عطيه شويه الحرور هذاك الحار تيوكل ماشي في الجوع حيت خصو دغيا يحيدو من فمو كيدير ثلاثه دغمات باش يلاه يزوج شويه الحار هذيك الغيره غتولي تقول ليه وشوف اخويا الله يرحم باك ولدك راه مريض اجي ديه ويجي البطل خصو يجي الرجل نعم انا جيت يدي ولدو ودخل دخل راه دايرين شويه العدس بالخليه كيفاش زعلك لا 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 خليته لك عاكل انا راه معشي في الدار شكون دار لك العشاء؟ وراها شاري سندويشات صاحبي دير شي حاجه. ولكن شويه ديال شتي الحيره شكون اللي ولدها؟ ولدها الفراغ الذي يثير الانتباه هذيك الحيره جعلت السؤال يتحط دخلت الغيره بدايه العشق شنو هو العشق؟ هي غتبقى تشوف التصاور ملي كان معاه في الاول غتشوف تصاور العرس وعاد غتفهم براسها هي راسها بان الحب انجاز وغتولي ديك الساعه داخله معاه وشوف صافي غير اجي راه وليداتك بغاو يشوفوك عندهم عيد ميلاد وغتولي تجلس وتمشط على شحال هذه الرغبه على شحال هذه ملي حنا كبرنا وليدنا يتخاصموا وكتشوف باك وامك مخاصمين وحنا كبار واش كيديروا الدراري كيمشيو يشدوا باهم والبنات تمشي يشدوا امهم ياك وكتمشي عند الحاج ودي عند الحلاق تحسن ليه ويقطبوا لي الزغب النيف ومعطوال ويقدوا لي الزغب الحجبان ويدخلوا زعما هذيك غضبان والله ما نشوف فيها وهي مقعده القفطان هذو كيبدا يشوفها من الصعيد العفارت وشويه كتكب ليه كاس داتاي وهذا وحنا كنبقاو نسلتو واحد بواحد ونخليهم بجوج في العشيه كتجي قالوا شنو خرجوا بحالكم علينا تصدعتونا في الدار مرحبا اذا مازال غادي نواصلوا دائما مع البروفيسور مامون مبارك الدريبي حول موضوعنا اليوم معنا الزوج داخل العلاقه الزوجيه غادي نديروا فاصل غنائي ومن بعد مباشره غادي نرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه اللي عندكم اي تساؤل اتصلوا بنا على 05 22 46 72 50 51 52 او 05 22 43 00 سعود يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس للرقم 5080 غادي تكتبوا في الاس ام اس ميد ام او دي خليو فراغ كتبوا التساؤل ديالكم وبعثوا كل شيء للرقم 5080 دائما في برنامجكم اليومي بكل وضوح ورجعنا لكم مستمعينا دائما في برنامج بكل وضوح موضوعنا اليوم هو معاناة الزوج داخل العلاقة الزوجية غادي نمشيو مباشرة نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 05 22 47 72 50 51 52 أو 05 22 43 00 09 غادي نفتتحوا بأول مكالمة بروفيسور من العيون معنا عبد السلام على الخط ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سي عبد السلام الحمد لله اني كتب لي الله باش نهضر مع الدكتور مرحبا سيدي مرحبا الله يجازيكم بخير عندي انا عايش في العيون والعائله بعيده عليا شويه اييه وعندي واحد البنت يلاه شدات الباك هذا العام هذا وشويه وقع بيناتنا مشكله انا وما ذاك اليوم ما نخليهاش تمشي تقرا في لافاك اللي جعلني باش نضطر نسجلها في المعهد ديال التكنولوجيا اللي موجود في البلاد فاش عايشه ودابا راه متبعه ويعني بغيتكم تنصحوني كيفاش ندير معها باش يعني نقنعها باش تخليها تمشي تقرا وعلاش ما بغاش تخليها تمشي للجامعه؟ شنو السبب؟ هو يعني غير يعني تعرف الو للاسف انقطع الخط اكيد المهم على الاقل فهمنا شويه خصو لابد ما يعرف الاب شنو السبب الام بطبعها ديما كتبغي تحمي ولادها وتبغي
تبغي لهم الحاجة المزيانة وتبغي تطمئن لهم. ولكن الخوف بزاف كرا كيركب الشلال. على ما نساوش الواقعة ديال طارق بن زياد ملي حرق السفن وقال لهم العدو أمامكم والبحر من ورائكم، اختاروا، عطى لهم جوج الاختيارات صعب، يا إما يربحوا العدو اللي هو عنده العتاد وجاي باغي يغلب، يا إما ينتحروا ويموتوا في البحر، تموت شهيد ولا تموت ياكلك الحوت. فاحنا أمة الجهاد، والمجاهد راه هو اللي كياخذ قرار ولو انه عارف راسو يقدر يخسر، غير على الاقل بغى يجرب حظه، بغى يجرب حظه. ناس كيقول لي شتي انت غتخسر، بغى نجرب حظي. هذا هو اللي تيقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الى فشل هذا المجتهد، الى فشل كيعطيه الله اجر ولو انه فشل، على الاقل راه حاول وبين على الشجاعة وغادي ينال شنو؟ غادي ينال تجربة. مع عمر مول الفشل ما كيخرج بلا تجربة، كيخرج بدرس. فهنا نصيحتي للسيد يمشي لعند الزوجة راسو في راسها ويقول لها لا يقول له بس. وإحنا المغرب الحمد لله بلاد الأمان، ولو كاين عندنا تحديات إحنا بلاد الأمان، بلاد الأمن، والبنت تمشي تاخذ تجربة على الأقل تلا ما سهلش الله في الدراسة غتكون تعرفات مع بنات وولاد جايين من بلدان مختلفة من المغرب وجايين كاع تاع أجانب من بلدان إفريقيا. أقول لها خلي بنتي تاخذ تجربة عام عامين، جاب الله تيسير مرحبا، ما جابش الله تيسير، بنت باقا صغيرة. شتي خصو يوقف في هذا الباب. أنا واحد العائلة بحال هكا، الأم ما بغاش توافق تمشي بنتها تقرا في الخارج. الأب والله لالا وأنا حاضر للحوار قال لزوجته قدامي، قال لها شوف لالا، قال لها أنت كتخافي على بنتك، أنا كتخافي على بنتي. أنا قال لها أعطي لبنتي مهلة ديال عام وحتى العامين تمشي تاخذ غير تجربه تشوف هذيك البلدان ديال الناس كي دايره. وهذاك المهله اللي عطى لبنته جاب الله تيسير ونجحات. فهنا خصو هو ما يدخلش في صراع ديال انا عندي الحق بنتي نحكم، لا راه بنتهم بجوج. خصوصا دابا كاين خلاف لربما حتى المرات المراه ملي كتكون خايفه مع راسك كتقول تدخل زوق راسك. لا نمشي عندنا نقول الله يخليك عندك خلاف معايا في واحد الامر كزوجك وكذا وكذا، ولكن هذه راه انا باها وكنساعد في المال ديال دراستها وهذا، ما تخلينيش تقطع لي العرق مع ولادي ونهار اللي تحصلي فيهم تقول لي انت اللي تخليتي عليهم. غادي ناخذ مكالمه اخرى من مكناس. معنا عبد الاله. الو، السلام عليكم اختي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. تبارك الله على البروفيسور ديالنا. مرحبا سي عبد الاله. الله يجازيك اخويا على هذا النصائح. يا ربي امين الشريف، الله يزيد في علمك اخويا. يا ربي امين حنتوما اخويا، يا ربي امين سعيد. بغيناك تساعدنا الله يجازيك ان شاء الله اخويا، لا قدرت مرحبا على راس العين. الله فيك اخويا استاذ، والله اخويا لا راك تبارك الله في المستوى. الله يبارك فيك سي شريف. في المستوى اللهم تعالى وفقك. يا ربي امين حنتوما اخويا، الله يرضى عليك. بغيت نقول لك استاذ ديالي الله يجازيك، عندي واحد الطفل ديالي. يا سيدي. الابن ديالي كان تحرق ليا ولد 7 شهور. لا اله الا الله. ومحيط تحرق ليا مسكين. دابا في عمره عامين. وكاين فاعل ليا ودي استاذ واحد الانفعال، اش غنقولك، تيسكات تيضربو مع الارض، تيبدا يغوت خطره تيبدا يغوت. وانا بغيت غير نسولك دكتور على واش داك الحريقه ديال 7 شهور واش هي اللي كتخليه ينفعل لي دابا في هاد العامين، اولا دابا تحرق فين الموضع؟ واش في وجهه، في جسمه، في يده، في؟ لا تحرق غير في يديه. لا الحمد لله وجهه منها تحرق، غير في الجهه ديال اليد ديالو اليسرى فين تحرق له وزلته. والحرقه باقا كتبان دابا في يده ولا؟ لا كتبان دكتور، كتبان عنده. هو دابا كانت عنده الدرجه الثانيه. كانت عنده الدرجه الثانيه دكتور. والحمد لله اللي منع لي بروحه بعدا. قول لي فين مدينه نتوما؟ حنايا في مكناس. في مكناس. عارف اخويا ما قدرتيش تشوف تما شي بيدو بسيكياتر؟ لا 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 ما قدرتش اخويا نشوف. دابا تنطلب منك انت تنصحني. انا بغيتك تشوف شي بيدو بسيكياتر الله يعطيك الصحه، راهم كاينين في مكناس. شتي عارف اخويا، خلي لي العنوان ديالك، حتى لا اقتضى الحال ما لقيتيش في السيفيل راه كاين تما لوبيتال ميليتير وفيهم ناس اكفاء، وعندي اصدقاء ديالي تما. شتي عارف اخويا ما تخافش، حيت الوليد ديالك عارف اخويا دابا خاضع لهذاك الفزع عارف اخويا. شتي بحال الله يستر شي واحد، شي وليد خطفو شي كلب ولا شي سبع وداه لشي بلاصه غياكلو، استطعنا ان نقضوا ولدنا. ولكن هذيك اللحظه اللي شدوا هذاك الحيوان المفترس وداه، تخيل في هذيك 5 دقائق شنو عاش الدري.
راه كذلك دابا ملي كيطلق دابا عينو على يدو والاطفال عرفتي عندهم واحد الصوره للجسم ديالهم. لا مازال ما كيشوف يدو دكتور دابا يلاه في عمرو عامين. على مال يدو مخبيه ما كيشوفهاش بعينو. لا كيشوفها بعينو غير هو زعما هو مازال مشكل ما تيشوف يدو زعما. لا تبع معايا دابا كتظن في عامين ياك ولدك ما كيفهمش هاد اليد مختلفه على هادي. لا لا غيفهم غيفهم. راه تيفهم قبل عامين خبارك. ايتما دوك تيفهم عاف اخويا وكيلاحظ دابا كيشوف يد خوياته وراه كيشوف يدك انت راه كيشوف على كضر ملي كتحطوه يتفرج في التلفازه ما كيفهمش داكشي اللي كيشوف. ايتفهم الرسوم وكتقول له دا دابا غير ذاك اللي انفعال دكتور دابا اللي كينفع كيضرب الكاس مع الارض غير البحشير بكاس غيجيبو فمو. لا حول هنا عاف اخويا كاين ان في تروماتيزم كاين في تروماتيزم كيف قلت لك انت خلي العنوان ديالك لقيتي شابي دو بسيكياتر في مكناس في السيفيل مرحبا راه غيساعدكم بزاف. مرحبا شريف مرحبا خويا مرحبا. تحياتنا لك الى من مكناس وغادي ناخذ مكالمه اخرى معنا سعاد من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واخيرا مرحبا لنا سعاد مرحبا. الحمد لله. اخي ممون. نعم اختي. انا كنظهر معك ولا مرتاح بكثير. علاش؟ كنت فين ما كنبغي كنسمع المواضيع ديالك كنبغي نتصل بك على قبل راجلي على قبل الابن ديالك لا ولكن هاد المراجعة واحد تفاجأت في البنت ديالي. انا عندي بنتي عندها 17 سنة هادي شهرين دابا لقيتك كنهضر مع واحد الدري في التليفون وقلت لي بانه غير صديق اخ كذا 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 قلت لها شوفي حنا هادشي ماشي من طبعنا ماشي من العادات ديالنا ما يمكنش انا نوافق على كامل هادشي هي مهدنا مربيه مكاني بزاف ولكن لاحظت انها مني كنت فين ما كنخاصم على شي حاجه كتبقى ساكته ولكن مني وقفت معاها في هذا المشكل هذا لقيتها كتواجهني كتقول لي لا انا باغي نجرب هاد التجربه خليني معاك هو بعيد عليا ما كنتلاقى معاه ما والو كذا كذا يعني انا ما ارتحتش لها من قلت لها الله يرضي عليك صيفطت لذاك السيد ميساج قلت له انت الله يرضي عليك قدرني كأم كنخاف على بنتي ما تبقاش تصل بها قال لي صافي خالتي كوني هي ما تبقاش نبقى نتصل بها دابا في هاد الأواخر هادي دابا شي شهرين عاود عاوتاني كتهضر معاه مني كتهضر معاه قلت لها شوفي دابا انت هي صممتي على هاد الأمر قلت لها شغنقول لك قول لي إلا بغاك يجي خطبك أنا قلت لها سلامة شحال في عمرها هي عندها 17 سنة قلت لها من انت مصممة وكتواجهيني بهذه الطريقة وكتبكي انا ما يمكنش لي نخلي هذه العلاقة هكا عشوائية مني صيفطت لي الميساج قال لي انا بالفرحة عليا نجي نخطبك قول ماما قالت انني نكمل غير القراية ديالي ولكن انا بنتي ما عرفتش كيفاش غنفهمها بان هذا الشيء غير المراهقة وهذا الشيء غير ما عرفتش كيفاش غنتعامل معها ما كتشوفش هي البرامج اللي كيدوزو في التلفازة وهاد وهاد لا ما تهضريش ما تهضريش جيبي لي هذوك البرامج قول لها عفا بنتي شوفي واحد الشوفة راه كاين الحمد لله في التلفازة برامج وفي الراديو في المغرب كامل برامج قول لها شوفي كيفاش بدات هاد البرامج بدات هاد البنت كتقول لك انا كنت كنبغيه وكنحبه وكذا وكذا فين وصلات الاخرى قول لها بنتي راه المحبة بوحدها بلا القدرة راه كتوصل مولها وسط البحر تخوي به راه هادشي راه كله زعما يعني شافت وتانا درت لها بحال هكايا ووسطت لها ناس باش يهضروا معاها. لا لا سعاد عندي لك واحد الملاحظة. نعم قولي. علاش كدوي وانت في هاد الحالة ديال الفزع وفي هاد الحالة ديال التوتر؟ ما نقدرش رانا أكثر من المفزوعة. علاش؟ علاش؟ علاش لالا علاش؟ علاش؟ علاش كيفاش غنوصل لي؟ كنحس براسي بحال حلفش انا تسلمت بنتي ما عرفتش كيفاش كنظن بانها تكون معايا الثانيه ديما بحال هكا ولكن دابا شفتها يعني واثقه انها باغا تزوج كتقول لي زعما شريفه واش هذا الشيء اللي كتدوي بنتك عليه واش طبيعي في النساء في البنات ولا ماشي طبيعي؟ انا عارفه طبيعي ولكن انا ما بغيتهاش بغيت تبدل النظريه ديالها لحقاش باقي عندها مستقبل خاصها تقرا خاصها تفهم حاجه شريفه عافاك اختي الله يرضي عليك مادام ان هذا الامر طبيعي واش ما يمكنش لك تاخذيه بعدا بواحد شويه ديال نتقبلوا على الاقل تقبليه بشكل كالم مرزينه شتي هاد البكاء ديالك وهاد الحاله ما غادي يجعل بنتك تنفر منك
لا انا دابا يعني انا قلت لها انت واخا الا بغيتي تهضري معاه هضري مع حدايا، ولكن انا يعني كنشوف انني انا باها ما كنقدر نخبي عليه حتى شي حاجه. قولي لي لا غادي نوصل باش غنفهم لك هذا الموضوع. اشنو هما الاسباب اللي كيجعل شي واحد يكمي؟ واش شبعان باغي يشم ريحه الكار وشبعان باغي يهضم؟ يعني كيبغي يجرب حتى كيولي مدمن. كيف كيولي مدمن عليه ما كيقدرش يفرق. وشي واحد اللي مسمي اللي عائلته قلبه؟ ايوا واش غنقول لك دكتور ما عرفتش وحق. واش ما كتشوفيش الدراري كيكميو حيت مسمي ليهم العائله القلب؟ انا كنحس بها بحال هكا لحقاش ديما هي عندها واحد الكتاب كتبدا تكتب فيه وداك الشيء يعني خايده واحد النظريه علينا كتقول لك ماما ما كتفهمنيش، ولكن انا مستعده نفهم لحقاش انا باقا صغيره يعني حاسه بها بانها راه كبرات وخاصه تمر لهاد التجربه، ولكن ما عرفتش كيفاش غنتعامل، واش نهضر مع باها باش يعاونني، واش ما عرفتش نغدر نصيحتي ولا نخليها تهضر ولا شوف عفا اختي الله يرحم باك الله يجازيك بخير. دابا بنتك دارت واحد العمل دوات مع واحد السيد في التليفون ياك؟ هذاك المكالمة اللي دوات معاه في التليفون أنا كو اتصلتي بينا في الأول ديال قبل ما تدوي معاها كانت ما تدخلش كانت ما تدخلش دير راسها ما عارفة والو وتجي تعطي إشارة لبنتها حيت شي الإشارة بالمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيقول ما بال قوم هو راه عارف على المداوي هو في خطبه الجمعه صلى الله عليه وسلم راه كان كيعرف فلان داير واحد الحاجه ما تيسميهش وما تيقولهاش لي طار راسو في راسو كيقولها في الخطبه تيخلي هذاك الشخص يفهم راسو بوحده كيف تيقولوا المغاربه تيقول لك فلان راه الهضره دايره عليك دايره شي معنى دايره يعني ما موجهاش لك الدور انت فهم اولا خصها تحافظ على مقام الوقار باش ما تدخلش في العلاقه ولا مقام الوقار ما تباهي بحال اللي تعرات جوج ما تعظمش المصيبه ما ديرش ان شي حاجه كبيره وقعت عادي البنتي كبرات وصلت ل 16 17 اهتم بها واحد الدري حسات هي واحد التفاعل ردات اشنو خصها دير كيف تنقولوا حنا كترشم انت ديري شنو لاحظت شنو لاحظت افختي انت خرجيها للعشيه وقول لها بنتي راه امك ساقت الخبر وهذاك الشيء راه حشمت منك ما بغاش تفهمك الموضوع الله يديرك يا بنتي ردي البال راه امك ما فهمت تحرج معك وقريها تكملي قرايتك وخدمي وديك الساعه انت حره في راسك دبر راسك دابا عافا بنتي مادام حد لاحظتي غادي ندير السلطه حيت راه الوليدات في هذا السن 17 و18 و19 حتى 20 راه مازال باغيين يتامروا مازال باغينا نديروا السلطه الابويه عليك تنشوف واش دير إياه ولدي عندك الحق تلومني أنا ما عارفش وما عنديش قراية ودراية ديال ذاك الوقت أنا باك راجلها على قد الحال بزز باش كملت بي تي اس أنت تبارك الله ولدي دابا المستوى اللي عندك يا ريت نشوفك أنت بوليداتك ونشوفك شنو غدير معاه دابا أنا غلطت إياه ولدي عندك الحق تلومني غلطت ولكن لربما وصلت لواحد المستوى بالخطأ ديالي والأخطاء اللي ارتكبت علاش حنا في الثقافه الاسلاميه عندنا الفعل وعندنا النيه انما الاعمال باش بالنيات لكل امرئ ما نوى فراه كاين لواحد الاب واحد الام اللي تيغلط في الفعل ديالو كتلقاه تيغوت على ولادو والام كتغوت على بناتها ولادها ولكن ملي كنمشيو نطالعوا على النيه كتلقى راه يعطي دمه ولحمه لولادو اش كنقول تنقول لي غبيين هاد النيه ديالك ونقص من الفعل ديالك بغيتو ما يجاوبش ولدو ما يدخلش معاه يقول ليه كنتي كضربنا وغلطتي في حقنا وهذا ما يجاوبش مي إنه فو با كي سو جيستيفي نصيحتي هذا الاب ما يدخلش مع ولده في جدال هو راه موسين كبر في السن غادي يبدا يهلك في صحته ويهلك في قلبه هو الرساله راه وصلت ولدي غلط ولا ما غلطش المهم بعدا راك انا غلط انا ولدي غلط ما كنتش كنعرف انا في ذاك الوقت ما عنديش العرف ديال دابا ذاك الوقت كيف قال مسكين اربعه الاولاد سيدير كيفاش ضرب بها مسكين خرج من قلبه قال لك واعره تربي اربعه بصح ما مسهلاش اربعه واحد يغوت واحد يشعبط واحد يهرس واحد يدقدق واحد يقول لك لا بغيت كفته ونطحط ليه الحوت ومول الحوت باغي الكفته وحطيتي انت سباكيتي لا هو باغي الفريت عرفتي راه بعض الاولاد راه يحمقوا الوالدي فقول لها ولدي يا غلط وانا ما كنتنساش من الخطا انا كنعترف بغلط كان داك هو العرف ديال هذاك وجه دي وما يدخلش في الجوستيفيكاتيف ملي ولده يقول ليه انا جو سو با بخي ا تو فوار ما يلحش
يقولش مي غادي يحسوا واحد شويه ديال 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 اي اب وغادي غير هنا شنو السبب خصنا هنا نفتحوا واحد القوس على شنو السبب. هذا هو الهيمنه في التربيه ان هذاك الوالدين هنا ما كنلومش هذا السيد حاشا ما يلا ما كنلوموش انا غير كنحاول نفسر الاباء اللي باقيين شباب ما يرتكبوش هذا الخطا انه شنو الفرق ما بين ليدوكاسيون اي لا ستركتوراسيون التربيه وتبني معاه بنيه اللي خاصه به. التربيه كتعطيه الجزم لا ما ديرش هادي دير هادي لا التربيه كتخدم بلا يا بني تبني معاه بنيان اللي هو المهندس ديالو وانت الفورنيسور ديالو حيت هو يقدر عيط راسي ما يقدرش يبني باقي صغير انت تقرا منه الهندسه اللي بغا وانت كتجيب لي الحجر وتجيب لي الكميو كتبني معاه البنيان تيجعل ولدك وبنتك محدو تيكبر ما كيديش معاه واحد الرصيد ديال الدغينه خازنه في قلبه غير فجر به كل عام تيفرغوا عندك تيفرغ عندك 9 سنين 9 سنين صافي كنديماريو 10 سنين كنديماريو بقاده دخلنا في 10 سنين غلطنا فيها كنفرغوها في 10 سنين شتي مريض التربيه كتلقى الدري والبنت مشحون ب 10 مشحون ب 11 مشحون ب 12 مشحون ب 13 وخايف لان باه ساد هذاك الباب ما كنهضروش كنحنيو الراس كنخافوا الوقيته اللي كيتمكن هذاك الشاب او شابه وكيعمر راسه بقوه كيبغي يتحاسب اذا شنو الخطا في 11 مشحون في 12 مشحون في 13 وخايف لان باه ساد هذاك الباب ما كنهضروش كنحنيو الراس كنخافوا الوقيته اللي كيتمكن هذاك الشاب او شابه وكيعمر راسه بقوه كيبغي يتحاسب اذا شنو الخطا راه كاينه لا كريز اكزيستونسيال الاسئله الوجدانيه راه كاينه ولكن حتى كاين هذاك الشاب دو بيتون واحد الضاله كدار عند العائلات حشم مسخوط مرضي ما تكونش هكا شتي هاد لا سيستيميك كتجعل بعض الشباب اللي كبروا ويحس بواحد الثقل عليه كيقول لك علاش ما عطيتنيش فرصه شتي هنا انا نصيحتي للعزيز من الاباء والامهات خصنا نكونوا في الاستماع وفي التامل وفي الطاعه الطاعه نطوعوا اولادنا الله يجازيكم بخير ما نفوتوش 12 عام 6 سنين الاولى كنمشيو بالجهد من 6 ل 12 كنمشيو بشويه من 12 للفوق كنبقاو بالاشاره وكنسكتوا الا درتو هكا مع ولدك غيجي الولد والبنت عندك يقول لك بابا علاش خاصمتي عليا ذاك النهار راني غلطتي في حقي ابا اش كاين واش كاين تقول لي واخا ولي خفت عليك ودابا اسمح لي يولي واحد شتي هذاك الحوار وهذاك التدافع كيرطاب كيولي ساهل اما الا منعنا ما خليناش الحوار يولي تراكمات الوقيته اللي غادي يبغي يهضر غيهضر ها هو دابا مسكين دابا عايش هو جوج من جهه كتبان ليا كريز اكزيستونسيال اسئله وجدانيه شكون انا واش انا عربي واش انا فرنسي وشنا هي تعني نكون فرنسي والفرنسيه سلمات واش تخلات على الثقافه اللي كانت عندها من قبل او لا مزجاتها مع الثقافه الجديده وكيفاش دار الامزاج كيفاش دار التلاقح عرفتي شنو الاسئله عرفتي شنو هذه الاسئله هذه ولا لربما هو بغى يمشي لعند ثقافه دمه وهي جايه عند ثقافه باه هو ما حاملش باه وباغي امه بغى امه قبل ما تجي لثقافه باه ولا بعد ما جات لثقافه باه شتي بان لك هنا راه كاين واحد إذا سمحتوا مستمعنا مثلا غادي نوصلوا باقي المكالمات بعد الفاصل بقوا معنا. ورجعنا لكم مستمعنا دائما في برنامجكم بكل وضوح رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. نرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفية معنا منى من الدار البيضاء على الخط. ألو. ألو. الو السلام عليكم منى. السلام عليكم سناء صباح ديبال لاباس الحمد لله الله يبارك فيك انا مرحبا عليكم اختي وشكرا السلام عليكم يا دكتور مرحبا لاله بارك الله فيك مرحبا بارك الله فيك فوالا ديجا بغيت نقول لك راه حنا كنستافدوا منك بزاف بارك الله فيك بنتي الساعه الاولى راه حنا كنسمعوا وكنشطوا ماشي يعني بحال كتعاود شي حدوته والله العظيم الا باغفوا كنبقى نضحك غير راسي يعني تبارك الله عليك ما تنحسوش بالملل معاك شتي عفاكتي المقصود من الفائده هو نمتعوا عباد الله ماشي نقول نبكيو في عباد الله كيف كيديروا شي برامج حنا كنحسوا بحال يعني بحال كنسمعوا شي حاجه الله يكثر خير يا بارك الله فيك الشريفه مرحبا اختي دكتور فات لي انا عيطت لك على قبل واحد الوليد عندي عنده 5 اون كنت دويت معاك شحال هادي الا عقلتي شويه راه واحد الوليد كنت قلت لك ليكول كتقول لي لا ميتريس لي ريزيرفي سانتيكر با في لا كلاس وديك شي مهم وكنت طلبت منك شي
الكونتاكت ديال البيدوبسيكولوج وعطيتيني واحد الكونتاكت ومنين عيطت لقيت بيدوبسيكياتر. انا صراحه ماذا بيا بيدوبسيكولوج الا 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 كان الله يجازيك بخير. تبارك الله، راه البيدوبسيكياتر راه بحال كيعرف العرف ديال البيدوبسيكولوج، غير الفرق بيناتهم هو البيدوبسيكياتر عنده الصلاحيه باش يعطي الادويه الا لقى الضروره الادويه. فوالا والبيدوبسيكولوج تيدير انشطه تربويه عندها علاقه بالتنميه ديال الذكاء وديال ديال العرف الشخصيه، ولكن تحت الاشراف ديال البسيكوبيدياتر البيدوبسيكياتر الا كان تحت اشرافه كيكون احسن. داكوغ. انا حيت الصراحه حسيت بدي سيونس الوليد، يعني غير اللي يهضر معاه بغيتو غير يطلق شويه، لان في لا ريكوبيراسيون ديال لي دوسي عاوتاني مؤخرا لا ميتريس نفس يعني نفس الحوايج دايوغ، ها هو لو دوسي قدامي لي شوز اللي هي الا كوشي اللي الحوايج اللي ما كيقدرش يديرهم، مثلا بروندغ لا بارول اون جروب، ايشونجي افيك لادولت، راكونتي اون هيستوار ديجا اونتوندو الوغ كي كيعاود لينا في الدار، دونك غير باش يعاود قدام كلشي ما تيقدرش. ايشونجي افيك انا دولت قالت لك دايوغ هي لا ميتريس، عمر داك الوليد ما تيجي عندي انا، يعني يجي يدوي معاها وفاش كون كنمشي عندهم ليكول تنتعجب داك الوليد ما بحال ماشي ولدي، كان كيمزير وحشمان وكيتعوج فهمتي، يسون با بيان دون سابو مزير. شريفه عندي لك واحد السؤال لا سمحتي. معلوم اسيدي معلوم. ياك ما مخوفك شي حاجه؟ صراحة صراحة يالله زعما كنتمنى في ذاك الوليد بزاف الحوايج نشوفهم مزيانين، ما بغيتش يكبروا فيه شي عقد هكا سورتو في لو كومبورتمون، لان ولكن مازال ما قلتيش لي اشنو مخوف. لا لو كومبورتمون مازال قلتي لي ما قلتيش لي اشنو مخوفك. اللي مخوفني ما بغيتوش هكا يطلع هكا مزير معقد فهمتي، بغيتو الحمد لله قد يعني رزق الله كل شيء، غير هو يكون مرتاح، يعني الشخصيه ديالو يكون هو مرتاح، وهذا الشيء اللي بيه انا في هذا الوليد. انا اللي حسيت به هو يعني ملي نصحتك بالبيدوبسيكياتر هاد الاختصاصيين كيشخصوا بدقه، الحمد لله هادو اللي في المغرب اللي كنعرف كيشخصوا بواحد الدقه وبواحد الحرفيه كبيره. وانا في العمل ديالي كنشتغل معاهم، ملي شي عائله كتجيب لنا شي وليد على ود واحد الغرض دراسي كان 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 كيبان لينا حنا بانه راه ماشي فقط كاين هناك مشكل دراسي، كيبان لينا بانه راه كاين ما اقوى، وكنرسلو عند داوي الاختصاص، كنقولوا للناس الله يجازيكم بخير كنصحكم بسيكياتر ولا نصحكم بنوغو بسيكياتر ولا نصحكم بيدوبسيكياتر، تيقولوا لنا عائله علاش؟ واش نتوما ما تكفيوش؟ كنقول لهم ودي الا كان اضطراب صغير وشدوا الاختصاصي مبكر في الوقت بكري غادي نمشيو حنا بجوج ديال الاعمال، هو من جهته الاختصاصيه كطبيب كيعالج، وحنا من جهتنا كاساتذه كندربوا تحت العرف ديالو، هو كيقول لنا هنايا راه الوليد تغير هنا مازال، فكيولي الطفل عارف انه كاينين جوج الاختصاصيين كيشتغلوا معاه، كاين الاختصاصي اللي هو الطبيب وكاين الاساتذه اللي هما ديال التمدروس واللي هما مدربين باش نخلقوا واحد الدروس خاصه بالذوق ديالو، نابيل سا لونسينيمون ديفيرونسي، كنصيبوا ليه واحد الطبق دراسي خاص بالذوق ديالو واحد واحد، ما كنصيبوش حنايا بلا جينيرال كنصيبو بلا انديفيدويل، فهنا كنحرصو باش ما يشوفش فينا هو بان عندنا جوج كاسكيت، وكنقول للناس واخا كيشتغلوا معايا دي بسيكولوج وتيشتغلوا معايا دي نوغو بسيكولوج، كنقول وردوا البال ما بغيتكمش يشوف فيكم الكاسكيت ديال شي واحد كيدير لو سوا، عندكو راه حنا ناس ديال التمدروس، حنا ناس ديال نقري ونوصلوا المعلومات الدراسيه الاكاديميه اللي عنده في المقرر توصل ليه ويتمكن منها وينجح بها، ولو عندنا العرف اننا نفهموا شي اشياء نقول لهم عندك ما يشوفش فيكم هذيك الكاسكيت، حنا كنفتحوا الباب باش الاختصاصي الاخر تمشي لعندو شتي بحال واحد العدول كيعرف يكتب العقد بحالو بحال النوطير، راه تيعرف العدول حتى هو تعرف العربيه وتيعرف العقود كيعرف كل شيء، ولكن باش يكتبوا لك نوطير عنده الصفه
وإلا كتبوا العدول عنده العرف بلا صفة لقيت اللي غتوصل لقدر الله شي ميل في المحكمة غتولي خلق المشكل لهذاك العدول وخلق المشكل لهذاك الملف اللي تحكم فيه. فهنا مدام أنه عندنا سورتو خاصة في الدار البيضاء دي بيدوبسيكياتر في المستوى العالي اللي أنا كان شخصيا جربتهم وعندهم مستوى هذاك الناس اللي عطيتها التليفون ديالهم نصحها تتصل يعني غير تمشي وتخليهم هما مسكينة دابا خايفة بحال اللي كتقول بغيتهمش يقولوا بحال شي واحد حاس براسه ولا قدر الله عنده شي مرض ماشي هو وما بغيش يمشي يدير التحليل يقول لك ما بغيش نعرف يا ودي غير طمأن مادام انه السن 5 سنين و6 و7 باقي صغير ما تخاف والو وحده جوج تخليها هي هذيك الاختصاصيه توجهها تقول لها شوف لاله غتمشي تشوف واحد البيدو بسيكولوج ولا تشوف واحد البسيكولوج ولا تشوف واحد المؤسسه اختصاصيه في التدريب الدراسي ولا تشوف كذا ليسونسييل ما تبقاش هي تخدم كموجهه للملف دولها بغيتها تخلي هذه البلاصه هذه ديالها هي تخليها فارغه لواحد الاختصاصي وتصل بهذيك الرقم اللي عطيتها. ناخذ هدى من الدار البيضاء دائما الو معنا لطيفه وهنا كنشير بان الرقم اللي تنعطيو هو ديال الاختصاصيين تيشتغلوا في القطاع العمومي في المستشفيات ديال الدوله. ما كنديروا اشهار لشي واحد وما تنبيعوش تيكيات ديال شي واحد باش يكونوا واضحين. احنا القرب اكيد اخو بيسر اي باش نحيدوا هذا اللوز شي جهه تقول لك راه حنا كنعطيو شي رقم كنعطيو اللاس ديال الاختصاص في المؤسسات العموميه باش نفيدوا المواطن ما كرهناش فابور ولكن الا كان بالثمن يكون بواحد اقل كلفه في المؤسسات. الو لطيفه الو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله مبارك نهار مبارك الله يبارك فيكم مبروك بكم مرحبا الله يخليك الله يخلينا الدكتور مبارك الدريبك الله يلا راني بحال هذا وانا كنتمنى هذا النهار مرحبا اختي مرحبا اسمحوا لي بزاف واخا راه ثاني ما عارفه انا نقول الله يلا نهار مبارك هذا خصني نزغرت يا دكتور لا اله الا الله والله خصني نزغرت ندير شي غنايا عروبي يعني الله 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 احبك الله ورسوله لا احبك الله ورسوله دكتور بغيت نقول لك واحد البنيه بنتي مسكينه تتقرا هذا الشيء ديال الطب ومبطره ليا بزاف ودير دكتوره وما قدراتش الله الله وقعد ليا في الدار باش يمشي ليا ومرضتني نكذب عليك حتى بخواتها تخلقوا من جهتها هما وفين سنة هي في الأكاديمية في الأفاق طيب فين سنة؟ عند هذا العام الدكتورة تبارك الله وشنو صعب عليها؟ ما كانش تما حداك؟ ما كانش حداك تما؟ كاين حدايا وانا خايفة ما بغاتش تهضر هي واهي وقول لها غادي شوف قول لها غادي نلاقيها بدكتورة ودكاترة لا في مراكش ولا في الدار البيضاء اللي غيعطيوها دي ستاج وغيساعدوها في لاتيس ديالها وتخرج ويساعدوها بعد ما تخرج دوزيها لي العفريت يلا قال لي اجي انا فاطمه الزهراء اجي بنيتي اجي عافاك الله يحشمها هي وانا زعمك اختها دكتور دوز لي اختها وكتبكي هي انا السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمه الله انا اما فاطمه الزهراء مرحبا شحال في عمر فاطمه الزهراء شحال في عمرها؟ عندها 26 سنه وشنو سبب هذا البكاء ديالك ولا بس؟ دابا هي تتردد اها دابا كان عندها السيجي ديال التاز خداته ولكن باش انها تاخذ اي با ما تقدرش بحالاش؟ اي بحال دابا باش تقلب عليه مثلا يعني باش تشوف سوغ انترنيت ولا بحال هكا باش تمشي تقلب العام اللي فات راه كانوا عرضوني لي دكتور انترن في لافاك دو ميديسين في مراكش جيت لواحد المحاضره كنت انا وياه وعلاش ما جاتش تقول لي هذيك الساعه هاد المسائل هذي؟ لا كنت انا تتعقل انا اللي كنت فاش هكا فاش حبسوك في الطونوبيل اها انا اللي كنت اخر وحده وصلت لعندك يلا كقفتك في يدك وهذيك الساعه تشتي انت الحمله عاد تشدي قول لي واش ما تقدرش ترسل لينا في الايميل المعلومات ديال الاخت ديالك ونطلبوا من الاصدقاء ديالنا في لافاك تما في مراكش باش يوقفوا معاها ويشدوا بيديها نصيفطهم لك حيت دابا هي عندها حتى واحد بروبليم اخر مع واحد البنت كانت تقرا معاها دابا هي كنا خدينا دي سوجي على على ليتود على ليتود اون جابون والمهم كنوا هي بحسب بحال انها فاش عطات دوك لي كوردوني وداك الشيء لواحد البنت انها بدات كتاخذ بحال هي خدات لوبسومي خدات لوبا وداك الشيء وبدات كضحك عليها كتقول لها لا ما كانش علاش تمشي ما كانش علاش هذا فهمت دكتور ما باش نبين بزاف باش ما يعرفوش الناس شوف شوف لالا شوف اللي عنده باب واحد كيقول المغاربه الله يسدو عليك ايوا اختي هذا كاين غير هذا الباب هذا لا ما قراتش في هذه البلاصه ها قول لها قولها لي انت ما تقولهاش لاختك راه كنسمعك العفريته ها
فهمت. صيفط لي المعلومات غادي نعطيوك الايميل. صيفط لي المعلومات. عندنا اصدقاء ديالنا في مراكش غادي نعطيكم العنوان والاسماء ديالهم غنمشي باش ندرسوا الملف عن كاتب كيف حتى نشوفوا شنو الخاص، واش مشكل في 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 الطاقه الفكريه او لا في الطاقه النفسيه او لا في التاثير. فاش عندنا الحمد لله طلبه اللي كانوا في هذا المشكل ودابا راه صبحوا باحثين وتفوقوا في لاتيس ديالهم. ان شاء الله حتى هي غيكون الامر هكاك، ما خصهاش تبقى في الستاتيكو، تحرك. وكان حي لطيفه الشجاعه اللي حركات وسبحان الله هي ام ولا دال الدكتورات. وهنيئا هنيئا. تحياتنا لفاطمه الزهراء، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله ونجاح انت وجميع الطلبه. غادي نرجعوك للستاندر تاخذ الايميل وترسل لي المعلومات. غادي ناخذوا اخر مكالمه معنا. لبنى مقيمه بايطاليا. الو الو الو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه هدى من الدار البيضاء. هدى من الدار البيضاء. مرحبا. احنا سيفناك لطاليا شتي. مرحبا لاله. تفضل هدى. الله يخليك. انا عيطت. بون انا كنت خدامه وجلست جولي ريبروند مي زيتود. بون ملي بغيت نعاود رجعت وتقيت تو لقيت دي بتيت كونترانت مع ولادي ما بقيتش في قبلهم ليا وهذا. حتى انا بقيت معاهم جلست الخدمه على ودهم باسكو بغيت حتى يدخلوا يدخلوا القراو تيكبروا شويه. ايفيكتيفمون داكشي اللي كان ملي هما دخلوا المدرسه وهذا انايا مشيت تقيت. بديت واحد 3 جوغ ديال القرايه وداكشي وجيت تري كونتونت باسكو تقبلت ودوسيي تقبل ايتو. اون فان كونت ما بقيتش كيفاش ندير مع ولادي، ما بقيتش ثقه بهم ليا اللي ملي كيجيو من ليكول عندي غير 3 جوغ باغ جوغ، ما بقيتش ثقه بهم ليا اللي حل عليهم باب ايتو. جيتي اوبيجي كو جو روتير مون دوسيي. لا حول. Et je me suis mis dans un état de maquina, je n'ai pas conçu, je n'ai pas su oublier de faire, peut-être que j'ai sorti à l'homme de dos. بقيت فواحد ليطا ما عرفتش راسي كيفاش غندير. جي ديبليمي. ما قدرتيش تشوف شي 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 خدامه تعاونك ولا اربع السوايع من خمسه لسبعه من خمسه لثمانيه؟ موفيز اكسبيريونس مع لي بون دونك راجل ما بقاش باغا هذاك الشيء. ودابا انا شفت حتى لغه كان عندي زمان ديان 3 زور باغ جور كنقرا يا اما الصباح يا اما العشيه، زعما جي اسي دو طون بوغ كاردي باش نشوف ولادي نقابلهم. ما حاولتيش تشوف هذوك لي ستابليسمون اللي كيديروا من السبعه الفوق؟ راه كاين مؤسسات في المغرب اللي كيديروا لا فورماسيون. نعم لا؟ في الليل في الليل من 7 ل 9 ملي عاوتاني مو ماري ما بغاش باسكو لي كور كيبداو مع 6 ونص حتى 6 ونص الليل. جاتو صعيبه. دابا العام مشى. مي انايا بقيت انتيغيغمون بقيت سما ترافاي بوكو تنقول عام ضاع ليا وانا هادي ما انا ما بغيتش نعاود نرجع نخدم دابا لي ديبلوم اللي عندي ديجا وداك الشيء دونك ما عرفتش جو سوي كوانسي. اش من ديبلوم كنتي باغا توجدي لاله؟ اش من ديبلوم كنتي باغا توجدي؟ انا جافي ان باك بليس 2 وجوغلي فار اون ليسونس. فاش؟ فاش؟ تكنيك بونكير و سيرتي فينانسي. وهنايا لقيتيها في ان ايتابليسمون بريفي ياك؟ لا لا فاكولتي. تخي بيان. ما حاولتيش تشوف شي مؤسسه اللي ديرها معاك اون التيرني؟ دير معاك شي حاجه ا ديستونس وشي حاجه اون بريزونس؟ نو جي با ايسي. كاين مؤسسات كاين هنا حتى في المغرب كاين سمحوا دابا عندهم شراكه مع مؤسسات اجنبيه كيديروا واحد مثلا غير السبت الصباح كيديروه اون بريزونس والاسبوع كله تيديروها ديستونس باغ ايميل كيصيفطوا لي كور للدراري وكيجي السبت الصباح يمشي يديروا الكونترول ويديروا المسائل ديالهم. فإلا بغات شي مؤسسة بحال هادو نعطيوها بعض العناوين بعض المؤسسات. واخا هدى انا في رأيي ما خاش دابا كأم اختارت تعطي من وقتها باش تعطي لولادها واحد الرصيد ديال الحضور. هذه تضحية هائلة وهذا راس مال، هذا هو الكابيتال دانفيستيسمون انيسيال مادام انها في تكنيك بونكار. هذا راه سيتون كابيتاليزاسيون ما ساهلاش، راه راس مال صحيح. وليدات مشاو يدرسوا بغات دير تم دروس، نصيحتي ليها ما تخسرش الحاجه اللي بنات. كتقول ما بغاش ترجع تخدم بالديبلوم اللي عندها. علاش؟ علاش؟ ترجع تخدم بالديبلوم اللي عندها. وهذا البرنامج ديال التكوين عوض ما يدار في 2013-2014 يدار في 2015-2016 وتاخذ واحد العام ديال 2014 تعاود تلقى فيه الايقاع ديال الخدمه وكيفاش غتقابل الدار، تبين راجلها بانه راه قادره توازي ما بين الدار وما بين وما تبقاش في هذيك السؤال ديال
تجري مع الخدمات راه فاشله حشومه. راه كاين من الخدمات بنات الاصل، كل واحد مسكين ظروفه والله اللي عالمي. ما خصناش نوضوا نشطبوا على الناس واحد السلوح احمر مجرد ما حاجه ولا جوج تخدم وتقنع راجلها بانه غادي تجرب واحد السيده راه جوج مرات وثلاثه واربعه وخمسه حتى يطيحوا في واحد السيده اللي غتجاوب معاهم في الحاجيه. انا هنا مازال كنادي يا ريت لو ناس ديال التكوين المهني يديروا واحد التكوين لي غوفرنونت ويعطيوهم شواهد باك بلس 2 باك بلس 3 ويدار. حنا سمعنا بالمشروع ديال الضمان الاجتماعي اللي خاص بالعاملين والعاملات في البيوت وفي كذا. فين هو المشروع؟ يا ريت باش الاسره المغربيه المعاصره اللي جاي الجيل اللي جاي طالع في 2020 في 2030 بغيناه يلقى واحد الاطور اللي قاريه لا بسيكولوجي دو لانفون، قاريه لا بسيكولوجي كومبورتمونتال، يقراو ديتيكوليجيان. لان غتصبح عندنا مشكل السمنه في المغرب، ولادنا كياكلوا بواحد الشكل ما هواش. غيصبح عندنا مشكل ديال الانفلات الاخلاقي. خصنا هذا الشيء ماشي حتى نبداو نجيبوا الخادمات كيف داروا في دول الخليج من دول الفلبين ولا اسيا. بناتنا الى الوالدين عرفوا انه كاين شواهد وكاين تاثير اداري ويكون تحت رعايه ديال المؤسسات الاجتماعيه اللي تولي واحد المساعده اجتماعيه كتنتقل للدار باش الناس ما يبقوش في تحرش ويخافوا على بناتهم وكذا. انا متاكد غادي نحطوا مؤسسات اللي غتساعد لينا بحال هاد الامهات هادو اللي مسكينه دابا راه حتى من جهه باغي راحت ولادها ومن جهه باغي راحت نفسها. اذا خصنا نقدروا نلبيو هاد جوج الحوايج ماشي بالضروره نختاروا وحده. اخر مكالمه معنا لبنى من ايطاليا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. مرحبا لاله. معك مباشره لبنى. اسمح لي استاذه بغيت نشكرك بزاف لانك منشنا في هذه الغربه وانت واحد الونيس بحال واحد الكتاب تنقراو كل نهار بحال واحد الصفحات ديالو تنتمعنوا فيها يعني تنشكرك بزاف بزاف. مرحبا اختي احمد. ما كايناش في البيوت ديالنا يعني ملي تنشعلوا ميد راديو ملي تيجي الاستاذ يتكلم حنا يعني شنقول لك الهلال خطات علينا وصافي. يا ربي امين انتم وجعلنا والحمد لله على كل حال لان توفقنا باش نعرفوا يعني اشخاص بحالكم ونسمعوا لهم وتوفقنا الله سبحانه وتعالى. شكرا اختي. استاذ انا بغيت غير نسقسيك على واحد ماشي هو مشكل لان الحمد لله بالتوفيق من الله والنصائح ديالك نحاولوا اننا نخرجوا من كل مشكل بطريقه صائبه. ولكن بغيت انا تنعيش زوجه عندي ثلاثه وليدات وعندي ولد كبير عنده 9 سنين مطلقه يعني مطلقه من الزوج الاول وتيعيش معايا ما تيعرفش باه يعني ملي كان عنده 3 شهور وهو معايا ولدي ومع راجلي دابا شي 5 سنين والحمد لله راجلي يعني انسان مزيان وكيعاملو اكثر من ولده. ولكن شنو النصائح اللي تقدر تعطيني؟ انا بعض المرات تلقاه تيتعصب بعض المرات تيقول لا بعض المرات تيخرج واحد تنشوف فيه باه بعض المرات يعني ديك العنصريه اللي كان تيتعامل معايا ديك وبغيتك تنصحني انا كيفاش نتصرف وكيفاش راجلي هو يقدر يمص ذاك الغضب اللي تيكون فيه هو يعني صراحه بعض المرات تلقى راسي بان تجيني لفتات الانسان وهكا تلقى نفسي تنتعصب معاه حتى انا يعني تيخرج مني واحد الحاجه خايبه ما تنبغيهاش تخرج استاذ. ولان كان داز مشاكل بزاف كان داز مع وكان داز ضرب وكان داز يعني عشت واحد الغربه متمرده يعني صراحه. واحد السؤال شريفه ان شاء الله. واحد السؤال، زوجك الثاني هو من اصل اوروبي ولا مغربي؟ لا مغربي الحمد لله من نفس المدينه تقريبا. درتو شي وليدات ولا مازال؟ درتو شي وليدات ولا مازال؟ لا عندنا الحمد لله رزقنا الله بوليد عنده عام ونص وبنيه عاد دابا جوج سيمانات. كي داير علاقة كي داير علاقة ولدك الكبير مع خوتو الصغار؟ تيحبهم يعني يعني تيهضر بخويا اختي خويا اختي يعني تيحبهم بزاف. هاد النوبات اللي وصفتي ديال التقلق هذا ولدك الكبير واش كيجيو مرة ولا دائما باستمرار؟ لا هو تيجيو مثلا في الصباح مثلا في بعض الاوقات يعني حنا تنحتاطوا في المعامله مع الاولاد الاخرين يعني تنحطوه ديما هو الكبير هو الزين هو شي حاجه يعني لان الصغار اصلا ما كيفهموا حتى حاجه ولكن هو عنده هاد الغضبات ممكن حنا تنتصرفوا شي تصرف ما تنحسوش براسنا هو تيلاحظوا يعني تيتنرفز يعني تيخرج ديك لا واحد بحال واحد كاتيزا تولي عنده واحد
تولي واحد طفل متمرد على والدي، يعني طب الالفاظ ديالو، يعني طب الهضره ديالو، في لما نديرش لا ماشي شغلك كون درتيها شحال هذه، يعني تيهضر شي هضره قاطعه وتتكلم اللغه العربيه مزيان. يعني هذا هو اللي كان. باه باقي في اتصال معاه كيسول فيه ولا والو؟ لا انا طلقت من كان عنده هو 3 شهور وباه ما تقفش عليه، يعني من داك النوع ديال تيقول لك انا ما نعطيكش الفلوس، انا ما يعني ما عندي ما ندير به وما نعطيكش الفلوس، ودار عائله اخرى ودار اسره اخرى ودار دراري اخرين. جداته كيشوف عائله باه؟ كيشوفهم مره مره؟ لا ما كيشوفهمش، لا جاوا مره وحده عنده زارونا في الدار في المغرب وقال لهم انا ما تنعرفكمش شكون نتوما، قالوا لي احنا عائلتي، قال لهم انا ما تنعرفكمش، يعني هو عنده واحد الاحساس بان هذيك عائله با، لان تيهضروا هذا تيقول لهم انا ما تنعرفكمش مشاو سد الباب، دخلوا سد عليه الباب ما بغاش يشوفهم. كي داير المستوى الدراسي ديالو في القرايه؟ هو السنه الفارطه قبل ما يزاد، يعني تقريبا عام ونص قبل ما يزاد خو الاول، يعني راجلي الثاني كان شويه متاخر في القرايه، ولكن ملي زاد الولد وشاف علاقتنا معاه بقات هي وداك الشيء، الحمد لله العام تفوق، يعني ولا تيجيب نقاط مزيانه ولا اكثر فرحه، يعني كان تيقول لنا استعداته هذا اللي غيزاد لان عنده باه ومو، تنقول لي انا راه ماماك، هو راه باباك، تيقول لي لا هو عنده زيرو بابا، يعني عنده اب حقيقي، يعني مش فهمتيني. ولكن من بعد ملي زاد الولد هو تفتح، ولا بالعكس ما بقاش ديك المشكل اللي كانت عنده من قبل، يعني ما بقاش يقول ديك الهضره اللي كانت يقولها شحال هذه، يعني ولا هو بحاله بحال 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 ولادي هذه. يعني شريفه نعطيك رايي دابا تو سويت هذا الموضوع. يلا مرحبا، شكرا لك بزاف. لبنى من ايطاليا نجاوبوها باش ناخذوا بعض الاس ام اس. العديد من الاختصاصيين على راسهم لابسيكاناليست فرانسواز دولتو تتبين في الكتب ديالها وفي العمل ديالها بانه الطفل كيقدر يعيش حاله اكتئاب مرضيه ابتداء من 6 شهور، فالرضيع كيعيش مع امه جميع الحالات النفسيه والعاطفيه اللي كتعيش. فملي كتكون الام في واحد حاله صدمه مستمره في واحد حاله خوف ورعب، هذاك الطفل ولدها في عامه الاول والثاني والثالث راه كيشرب بحال واحد البونجا، تخيلوا شدوا واحد البونجا ناشفه وحطوا حداها الماء، كبوا الماء وشوفوا اش غيطرى، غتشرب الماء كله غتجربوا لعندها. فملي كتشرب البونجا الماء شنو خصني ندير؟ خصني نعصروها. هذه التعصيره هذه خصها الدار بذكاء باش يمكن يلوح هذاك الماء اللي يشرب. هو الدري ما عنده لعين على السلسله ديالو، يعني انت ولد فلان ما عنده لين عليها، فخصو يتقبلها باش يتموقع معاه. راه الا ما تقبلهاش كتولي بينيا بحال شي حوض ديال الغيس وواحد وسط منه واحد الدري صغير ما يقدرش يخرج. اما الا تقبلها تيولي بجنب الضايع الغيس، ما كيبقاش وسط منها، كيولي بجنبها، كيولي ديك الساعه عنده اختيار واش يدخل ولا يبعد. فهنا باش يتقبلها نصيحتي لهذه السيده انها غتقنع زوجها ويشوفوا شي اختصاصي في التحليل النفسي في بلاد المهجر، على اساس هي غتمشي حيت واحد الفترات الماضي اثرات فيها، وغيصاحبها ولدها، ماشي معني بالامر هو غادي يمشي غير كحاضر، والام غتمشي وتعبر على المعاناه ديالها مع ديك الاختصاصيه او الاختصاصي وتبكي حداه في الحصه، والوليد حاضر، والاختصاصيه هما راني عارفهم بالذكاء ديالهم بالعرف ديالهم غادي يحركوا الام ويحركوا الدري حتى غيجعلوا الدري يتموقع بواحد الشكل ذكي وغيبدا يتكلم. واحد الام واحد النهار جابت لينا بنتها في لافاكولتي مابقاش باغا تكمل قريتها لان باها مقاطع امها من نهار طلقوا، فاحنا كنتكلموا على الدراسه وعلى كيفاش البنت ترجع لقريتها الجامعيه، كنوضعوا ورشات ديالنا، والام كتقول لي عافاك استاذ راها دائما كتكون في واحد الحاله ديال الغضب وكتبقى تغوت. قلت لها شنو السبب؟ ويتعاود لي هذه الخاصيه ديال باها راه مفارق معاها من نهار تزادت. فواحد النهار حنا كنديروا واحد الورشه
ديال العلوم اللي غتاثر بها الدروس وهي تقول لي وكيفاش ندرت هذا الاب نحركه. قلت لها كتبي رساله كانك غتصيفطيها ليه وخليها عندك مسدوده كتبيها صافي بحال غندورو التنبر ونصيفطوها. فعلا كتبت رساله فيها شي 4 ولا 5 اوراق جابتها لي مسدوده. عيطت لامها قلت لها الله يخليك لما ديري هذه الرساله التنبر وديري العنوان ديال هذاك السيد وصيفطيها. امها دارت العنوان ديال السيد كتعرفو دارت التنبر وصيفطاتها. دازت 3 شهور ويجاوبها خدمات هذيك الرساله 3 شهور. قالت لي الام عمرو في هذيك المده ديال 19 عام اللي عند البنت ما كتب ليها برا وحده ولكن هذيك الرساله علاش؟ لان هي ملي تعرفت علينا وشافت كنخدموا حنا بالبارد وكنخدموا بالعقل وكنخدموا بالذكاء صيبت ليها رساله بهذيك البنيه ديال الذكاء والبنت تبارك الله قاريه وذكيه. كنقراها بكا الجواب اللي جابته لي جات تبكي واحد العشيه تتبكي. اش كاتب ليها؟ سمحي لي غلطت ودرت وفعلت دابا عطيني فرصه فين 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 نصحح. كاين شي فاصل؟ لا بروفيسور غير تفضل. مرحبا. فهاد الحوار اللي داز بينها وبين بين بين باها كتعاود لي هي قالت لي كانت في واحد المرحله ديال الحقد والغضب. قالت لي لقات في واحد اللحظه ان كل شيء نساته. دابا هاد السيده طوات الصفحه تزوجت دارت وليدات ولدها باقي كيشوف الفيلم ديال الماضي باقي كيشوفه قدامه. شنو خصنا نديرو ليه؟ خصنا نفتحوا هذاك الفيلم. يلا بغيت هذا الفيلم هذا تحيد منه اجي نمشيو عند اختصاصي. وملي تجي المغرب تقول لها ولدي لا واخا انتيا قلتي لجدك ولجدك بعدوا مني وانا ما كنعرفكمش بغيتك تعرفهم واخا ديك النوبه راه ولدي من حقك تقول لا ولكن عارفه ولدي على حبي لك انت كتحب ماماك على وجه بغيتك تعرفهم. لان الفرق ما بين الجد والجده والاب كيكونوا بعض النواه مساكن صالحين مغلوبين على امرهم. ملي غيمشي يزور جدو وجده غيشوف القبيله منين جا غادي يشوف العم يشوف ولاد العم. وواحد النهار تلقى راسو تجاوز هذاك الاب عطى زريعته في الرحم ديال امه وخرج وحضر هو ولكن ها هو جاب ليه ربي اللي غير ربي. هذاك راه هو الاب الحقيقي لان اللي كيف كتعرفوا كيف تنقول راه اللي عنده باه واحد امه واحد راه يتيم. اذا بروفيسور غادي نمشيو للاس ام اس. صفاء من مراكش بروفيسور السلام عليكم. لاله سناء وبروفيسور دريبي تبارك الله عليك بروفيسور ضحكتيني بديك الحاج والحاجه ملي كيتخاصموا يعني حتى شي واقع ديال عاشوا بزاف ديال الاسر. واخا تحياتنا لصفاء من مراكش. كاين واحد التساؤل المستمع كتقول لنا بدي عام الدار البيضاء راجلي عزيز عليه على انه يقارن بيني وبين باقي لي فام اللي كنعرف حتى انا تعقدت في حياتي من هذا المشكل. واش نقول لك؟ هذا ليس بعارف. هذا وقيل كيف نقول عربيه خضر بغى يضحك هو يعور. واحد جا يضحك مع شي دري كيقولوا بالعربيه خضر جا يضحك هو يعور دابا بغى يحك الدري عينه ويتقبل عينه. بالضحك بحال هكا تنوض بحال هكا وتهز الصينيه وتمغاد الكوزينه وداويا مع راسها. ايوا تقول ليه احنا بدينا في الرقيع واش انا مراه ولا انا مونيكا واش انا مراه ولا ميكا. يقول لي فوتني عليك ولا نتسطى لك تقارني مع بنات عباد الله تخربيق. هذا شي داويا مع راسها مع الصينيه داويا وجا عندنا يقول لها حبيبي قول لها سيدي داويا مع البرد طلع لي الدم البرد تمك ما تخليش هذا الكلام يحفر فيها. شتي طلق ليه الجواب ما تواجهوش لان يقدر هو كيف يعيش يدفى يقول لها راه كنضحك في نفس الوقت ذاك الضحك ما هوش. فالانسان خصو يكون ذكي. نصيحتي لهذا الراجل اللي كان كيسمع اش دخلك اصاحبي تقارن مع مرتك وتقول لها فلانه ولا فلانه. وقارن مرتك معها هي تقول لها كنتي هكا وليتي هكا نهار تزوجنا وكنتي هكا. ودائما ما تقبحش ما تهبطش لا فالور موان تطلع اصاحبي زكي طلع الفوق ولا كنتي بيضه وزدتي بياضيتي كان شعرك كليل وزدتي عمرتي كنتي قبيحه وليتي عسل تطلق اصاحبي الفوق. بروفيسور بالنسبه نرجعوا للتساؤل ديال سعاد بعجاله من الدار البيضاء بالنسبه للبنت ديالها. قبيله كنا كنتكلموا بروفيسور على اساس انه قلتي تبقى في المقام ديال الام وتدخل صديقتها وتحاول انه تشوف يعني في واقع ديال الحالات اخرين اللي عاشوا مثلا ذاك السن الزواج سن مبكره ويعني ما نجحش. فبروفيسور على اساس انه مثلا البنت يعني كتفكر على انه راه غتعيش واحد الرومانسيه في هذاك الزواج وغادي يبقى شيء مستمر ما كاين لا مسؤوليه. فواش ممكن مثلا الام تخدم مع بنتها على اساس انه انت مثلا بغيتي تزوجي وهو
وانا معاك في الفكره، ولكن راه خاصك تعرفي مثلا كيفاش تنفقي، كيفاش طيبي، كيفاش تشقاي، يقدر يجيو مثلا عائله الزوج خاصك تهتمي بهم وغيره من هذا الشيء. هذا الامر هذا كيتسمى الاستدراج بواحد الشكل اللي فيه التحبيب. للاسف غيشكل مغامره واعره. الزواج بحال واحد المقاوله، او بحال واحد غيكون شيفور ديال الكار، الكار ولا الطوبيس كيركبوا فيه 100 الناس، حنا كنسوقوا على الطوموبيل فيها راكبين فيها غير حنا وحبابنا، اما واحد غيسوق كار غيكونوا فيه 100 ولا 150 على حسب العدد. غتقول لها بنتي انا ما متفقاش معك، انا ما متفقاش معك، كتباني لي بنتي باقا ما تتعرفيش، وكنعرف بنتي شخصيتك نقاط الضعف ديالها وتسميهم ليها. ما كتقدريش تفيقي الصباح بكري، وملي كتفيقي الصباح بكري كتفيقي مغوبشه وما عندكش الصبر، ما عندكش الصبر على شي مشكل اللي كيطول في الوقت. عيال كيكون عندك شي مشكل كيخصك في البلاصه يتريقليه ولا ما تنسيش. انا ما متفقاش مع هاد الشيء بنتي، كتظني ملي غادي تكوني انت وهاد السيد مجموعات غتعيشوا بحال انطونيو مع سندريلا حدا البحر، وحداكم الموسيقى والشمس ولا بنيتي، غتولي تجي نسيبه وتفيقك وتقول لك ديري وفعلي وديري وفعلي. انا هنا رايي فيك، وبغيتي تخوضي بحرك خوضي. اذا كنشكر كل المستمعات والمستمعي الاوفياء على تواصلكم الدائم، لكم تحيه كل موفاء فائز في الاخراج، وسميحه عشوبي استقبل مكالماتكم الهاتفيه. حلقه اعاده دائما البرنامج بكل وضوح كتكون تبدا من 10 الليل حول موضوعنا اليوم معاناه الزوج داخل العلاقه الزوجيه.